تقدم الإماراتية فاطمة الزعابي خلاصة تجربتها في الاستشارات الأسرية التي ترتبط بحياة الأزواج والمراهقين في كتاب شروخ واضحة، الذي عملت على تأليفه بعد أن اتخذت قرار التقاعد من وظيفتها في التعليم وكرست وقتها لمناقشة تجارب عاينتها من خلال الاستشارات. وأكدت أنه لا بد أن يضع المرء هدفا وخطة لحياته وخطواته المستقبلية، لافتة إلى أنها استثمرت الاستشارات التي كانت تقدمها ومن ثم وضعت خلاصة التجارب في كتاب كي يستفيد الناس من القصص الحياتية الواقعية. وعن بداية عملها في الاستشارات الأسرية قالت فاطمة: انتسبت إلى المركز الأكاديمي في دبل حصن عضوا، وحصلت على شهادة مدرب معتمد، وانتسبت كعضو بعد ذلك في الاستشارات التربوية والزوجية والأسرية، ومن ثم بدأت أقدم النصائح في هذا المجال من خلال الحسابات الخاصة بي على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان مجال التربية الذي عملت فيه لسنوات طويلة مصدر الثقة بيني وبين الناس. وأضافت: بدأت حكاية الكتاب في سبتمبر عام 2019 إذ كان مجرد فكرة، وقررت أن أقدم المشكلات التي أعالجها من خلال الاستشارات إلى الآخرين ليستفيدوا منها، بحيث أضع فيها تجربتي الكاملة. فالكتاب يحاكي قصصا مستوحاة من الواقع مع تغيير بعض المعطيات كالأشخاص والأماكن والأزمنة. وأوضحت أن الكتاب يضم 7 قصص تروي مشكلات تتناول مختلف مجالات الحياة وفئات المجتمع، وبعد أن يقرأها المرء تكون في الختام رسالة من بطلة القصة، كما وضعت توجيها إرشاديا من منطلق عملها كاستشارية إذ تعقب على وجهة النظر في النهاية. ذكرت فاطمة الزعابي أن القصص التي تستعرضها تبرز من خلالها كيف يمكن أن تؤثر الظروف في الأشخاص، مع الإشارة إلى أن بعض الحكايات تتمحور حول ردود أفعال الناس انطلاقا من الظروف، منها قصة المرأة التي حاولت أن تقتل الخادمة الخاصة بها بسبب مشادة كلامية بينهما أدت بها لدخول السجن. وشددت على أهمية زيادة الوعي لدى الناس خصوصا تجاه وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة التي تحمل الكثير من الإيجابيات، وأيضا المخاطر على الأطفال، معتبرة أن هذا السن تؤثر فيها التكنولوجيا وبشكل مباشر في الخلايا الدماغية، لذا لابد من تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في حياة الطفل. أما تحديات إصدار الكتاب وتأليفه كانت متعددة، منها أنها التجربة الأولى لفاطمة في الكتابة والتأليف، وبالتالي كان لابد من معرفة قبول القراء وكيفية تقبلهم له. ففي البداية كان مجرد تخطيط وعصف ذهني، مضيفة: تيقنت أن على المرأة لا يتكبر على التعلم، فلا بد من تعلم كيفية إنتاج الكتاب للمرور بالأساسيات المهمة. وتواصلت مع العديد ممن ساعدوني على انتقاء الفكرة الأساسية، وأتت على شكل سرد سهل مع وجود القصة التي تحمل تشويقا للقارئ وتدخل إلى قلب المتلقي وتمنحه الفكرة كاملة. وعن أهمية المستشار الأسري في المجتمع، رأت الكاتبة أنه يحمل أهمية كبيرة جدا، لأن الحياة مليئة بالضغوط ولا بد من اللجوء إليه عند اللزوم، لا سيما في مراحل عمرية معينة، أي عند تأسيس وتنشئة الأطفال، لأنها مرحلة مهمة جدا كي يكون في المجتمع جيل معافى. ولفتت إلى أن تحويل الاستشارات إلى كتاب يعد جزءا من الرسالة التي كانت تؤديها في عملها بالمدرسة قبل أن تتقاعد. وبعد ذلك تعمقت كثيرا بعملها وكيف أنه لا بد لها من الاهتمام بأسرتها، لذا باتت حياتها متمحورة حول العطاء للآخرين، معترفة بأن الكتاب ولد داخلها الكثير من الراحة النفسية، لا سيما أنه يحمل رسالة وقيمة. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.